جالا فهمي مولودة 6 نوفمبر 62، يعني حوالي 57 سنة، ممثلة مصرية، وهي ابنة المخرج أشرف فهمي، وحصلت على ليسانس الآداب من قسم اللغة الإنجليزية عام 86. هنا جالا فهمي ووالدها المخرج أشرف فهمي، ودي لقطة نادرة الفنانة جالا فهمي وهي طفلة مع العائلة، وهنا وهي صغيرة. عملت في الإذاعة والتلفزيون بالإضافة إلى ممارستها للتمثيل، وبدأت حياتها الفنية في سن مبكرة، حيث كانت لا تزال في 12 من عمرها، ثم عادت كمذيعة لبرنامج إذاعي بعنوان حكايات راوية وفكري، ومنه إلى التلفزيون، ثم تفرغت للسينما وحققت النجاح في مجموعة أفلام التي قدمتها مع المخرج شريف شعبان. وخلال النصف الأول من حياتها عاشت في مدينة سانتياغو بدولة تشيلي، وبعدها عاشت مع الأسرة في مدريد في أسبانيا، حتى صارت تتحدث الإسبانية كأولاد بلدها. ولأن والدتها خريجة آداب قسم فرنسي، فكان من الطبيعي أن تحتل فرنسا جزء كبير من حياتها، لذا فهي تتحدث أيضا الفرنسية بطلاقة، إذ أن جدتها خريجة مدارس فرنسية وكانت لا تتحدث في البيت إلا بالفرنسية. درست آداب إنجليزي حتى أصبحت ثقافتها تتنوع ما بين العربية والإسبانية والفرنسية والإنجليزية، وهي أمور ساعدتها كثيرا فنيا واجتماعيا في التعريف وفي محاولة التقريب بين الثقافة الشرقية والغربية عن طريق أفلامها، وأيضا عن طريق المهرجانات التي تحضرها في بلدان العالم. الفنانة جالا فهمي سبق لها الزواج من الموسيقار عمر خيرت، والد ابنها الوحيد عمر. ده الموسيقار عمر خيرت، أشهر من نار على العالم طبعا. دي جالا فهمي. ابنهما الوحيد عمر تزوج مؤخرا من نطلة كريمة محمد عمران، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحرمه نبيلة عمران. دي صور الزفاف، عمر خيرت مع زوجته من نطلة، وهنا موسيقار عمر خيرت وهو بيعزف أثناء حفل الزفاف، ودي لقطة من الزفاف. ومن المعروف أن جالا فهمي بعد طلاقها من عمر خيرت تزوجت من خارج الوسط الفني وطلقت أيضا، ثم تزوجت المخرج شريف شعبان الذي طلقت منه مرتين، وأخيرا عمرو حجازي الذي تطلقت منه أخيرا، وكان زوجها الأخير عمرو حجازي قد أنتج لها قبل عامين فيلم جالا جالا ولم يحقق أي نجاح جماهيري، الأمر الذي دفع جالا لإعلان اعتزالها السينما. وهنا مع أحد أزواجها، وصورة نادرة طبعا لأن الفنانة القديرة شادية كانت حاضرة حفل الزواج، وده يعتبر أحدث صورة ليها من حوالي 3 سنين تقريبا. بس بعدما فشلت في الحصول على حقها في ميراث والدها، والذي يقدر بحق بس 16 فيلما سينمائيا، باع منها 6 أثناء حياته، وتنازل عن 4 منها لابنه وابنته من طليقته، أما الباقي وهي 6 أفلام فمن حق الورثة جميعا، ومنهم جالا فهمي. أشهر الأفلام التي أنتجها والدها أشرف فهمي، ولا يزال التحقيق مستمرا، والشيطان يعز، والمجهول، والخادمة، ولا تسألني من أنا، وضربة جزاء. وقالت الممثلة أنها فوجئت بعرض أفلام والدها الذي توفي منذ أكثر من 7 سنوات على القنوات الفضائية، رغم أنها لم تبع حق بث هذه الأفلام، وأشارت إلى أن طليقة والدها ماجدة حميدة هي التي تنازلت للقوات الفضائية عن هذه الحقوق من دون الرجوع إليها. وأكدت جالا أن زوجة والدها انفصلت عنه قبل وفاته وتزوجت من الفنان حسن حسني. وأن شقيقها وشقيقتها اللذان أنجبتهما حميدة من والدها قاصران ولم يصلا إلى سن الرشد، ولا يمكنهما بيع شيء من هذه الأفلام. وأضافت أنها تقدمت بشكاوى عديدة لجميع الجهات الرسمية من دون جدوى، ولم تجد حلا
إلا الإضراب للحصول على حقوقها. وأبدت دهشتها من موقف المحامين الذين ساندوها في بداية دعواه، لكنهم تراجعوا عن مواقفهم سريعا، مشيرة إلى أنها قدمت طلبا للنقابة التي لم تتخذ أي إجراء بهذا الخصوص. وسط أجواء مليئة بالبهجة والرومانسية، احتفل الفنان حسن حسني بزفاف إنجي كريمة المخرج الراحل أشرف فهمي، خاصة أن العروس هي كريمة زوجته ماجدة حميدة، والعريس هو المهندس أحمد نجل رجل الأعمال علي طه وحرمه فايزة عيسى. وهنا دي صورة العروسين. بفيلم يوم مر ويوم حلو مع الفنانة فاتن حمامة في عام 88، ثم قدمت مع والدها فيلم إعدام قاضي في عام 1990، لكنها قررت عدم التعاون معه ثانية بعد أن قال لها والدها أنه وضعها على الطريق الصحيح، فإن كانت موهبتها حقيقية فستكمل المشوار. اشتهرت في فترة التسعينيات من خلال تقديم أفلام مقتبسة من أخرى أجنبية، فقدمت في عام 95 فيلم طقطق وريكا وكاظم بيه، المأخوذ عن الفيلم الأمريكي حكاية منتصف الليل، وكذلك فيلم الجنس المأخوذ عن فيلم امرأة جميلة. وعن ذلك الاقتباس في أفلامها، قالت خلال حوار مع جريدة البيان الإماراتية: المهم في الاقتباس أن أكون مقتنعة تماما بالدور وأن يتم تقديمه بشكل يناسب الجمهور المصري، وبصراحة أدين بجزء كبير من نجوميتي للموضوعات المقتبسة، وهذا ليس عيبا وليس تقليلا من المؤلفين في مصر. قدمت 13 فيلما من بطولتها، من بينها سمكة وأربع قروش وجالة جالة وآخرها أول مرة تحب يا قلبي مع تامر عبد المنعم. وعندما اتهمها البعض بجرأة ملابسها، دافعت عن نفسها وقالت: لا يوجد حرص مني على ارتداء ملابس غير لائقة في كل أعمالي، لأن معنى هذا أنني أمثل بهذه الملابس وليس بموهبتي في التمثيل، وهذا غير صحيح. وذلك كان خلال حوار صحفي. في يناير من عام 2008 استقالت من نقابة الممثلين المصريين، وأعلنت تفرغها للعبادة بحجة تهميش أعمالها وعدم إذاعتها، وتفضيل عرض مسلسل الملك فاروق على مسلسلها كاميلي، بجانب عدم حصولها على ميراث والدها الفني البالغ 16 فيلما من إنتاجه وإخراجه، مما تسبب في دخولها في إضراب عن الطعام، ونقلت على إسره للمستشفى وفق ما ذكره موقع شبكة راديو وتلفزيون العرب ART ساعتها. حاولت العودة للتمثيل في 2011 من خلال فيلم عذاب الرجال الذي لم يخرج إلى النور حتى الآن، لكنها ظهرت في عدد من المناسبات الاجتماعية بعد طول غياب، مثل عزاء الكابتن طارق سليم وفرح نجليها عمر. أنتجت لنفسها شريطا غنائيا في عام 92، إلا أنها لم تطرحه بالأصوات بعدما نصحها البعض بأن تركز بشكل أكثر على التمثيل. ثم قدمت في 2002 أغنية أطفال الحجارة من كلمات الشاعر أحمد فؤاد نجم وألحان الموجي الصغير لمساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداء الإسرائيلي وفق ما ذكرته جريدة الشرق الأوسط، لكن لا يوجد أثر للأغنية للأسف على موقع اليوتيوب. تزوجت 4 مرات، الأولى من الموسيقار عمر خيرت والذي أنجبت منها ابنها الوحيد عمر، ثم تزوجت من شخص آخر خارج الوسط الفني، وكذلك تزوجت من المخرج شريف شعبان. أما آخر زيجتها فكانت من نصيب المنتج عمرو حجازي الذي أنتج لها فيلم جالة جالة. وجاءت خطوة الإضراب. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم أخبار النجوم. شكرا لكم.